أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير بعمان قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس دانيال الكومبوني بحضور الآباء اليسوعيين والراهبات الكومبونيات وجمع من المؤمنين. إلى التفاصيل. احتفلت الراهبات الكومبونيات بعيد مؤسسهن القديس دانيال الكومبوني في كنيسة القديس يوحنا ديلاسال الفرير بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والأب عصام الزعمط راعي الكنيسة بمشاركة قدس الأب رشيد مستريح والأباء اليسوعيين وبحضور الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت والإخوة الفرير وجموع من المؤمنين وعدد من أبناء الرعية. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. نسبح وبدأ سيادته الاحتفال برفع الشكر لله تعالى على عطية القديسين في حياتنا، كما قدم نبذة عن حياة القديس دانيال الذي كرس حياته للتبشير، مشددا أنه علينا أن نعطي للآخرين المثال، حيث علمنا القديس الكومبوني أن نعمل من أجل فقراء العالم ومن أجل المشاركة والمحبة في أعمال الرحمة. أيها الإخوة والأخوات، نشكر الله لأنه في هذا اليوم تذكرنا أشياء كثيرة، منها فضيلة الامتنان والشكر وعرفان الجميل نحو بعضنا البعض ونحو الله الذي يمن علينا يومياً بنعم كثيرة. واجبنا أن نشكر، والشكر هي زينة الإنسان النبيل والمرأة النبيلة، ومن لا يحسن الشكر هو ليس بإنسان ناضج. جئنا أيضاً نشكر الله لأنه أعطانا قديسين بقامة القديس دانيال كومبوني الذي نطلب شفاعته لي ولكم، آمين. ورفعت الراهبات الكومبونيات طلباتهن من أجل البشر المهملين والفقراء والمتروكين، ومن أجل الأسرة الكومبونية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا، لكي تقتدي بالقديس كومبوني فتحمل بشرى الإنجيل للعالم. لم يغير الصليب شيئاً من الحب الذي حملته لكل إنسان، بل تفجر هذا الحب وتدفق مع دمائي من رأسي ويدي ورجلي وقلبي من جسدي كله، وكان لابد من أن أتكلم لأكشف لكم وللعالم عما يجول في قلبي ونفسي من الحب وأنا على الصليب، فاقبله يا رب وبارك. وفي الختام شكرت الأخت وجدان مكرم جميع الحاضرين للمشاركة بعيد القديس المؤسس دانيال كومبوني، وبالأخص سيادة المطران ويليام الشوملي وكاهن الرعية والكهنة الحاضرون ورهبنة الفرير وجميع الرهبان والراهبات الموجودون في الاحتفال وكل من ساهم في إنجاح هذا القداس الاحتفالي، مختتمة بقول للقديس دانيال كومبوني: أسعد يوم في حياتي سيكون اليوم الذي أبذل فيه نفسي من أجلكم. أسعد يوم في حياتي سيكون اليوم الذي أبذل نفسي من أجلكم. هذه من كلمات القديس دانيال كومبوني. وأخيراً وليست أخيراً، أتمنى لكم من كل قلبي مليئة بالخدمة والعطاء
وبشفاعة القديس دانيال كومبوني، وسلام المسيح يكون دايماً معنا إلى منتهى الدهر. الرب معكم ومع روحك أيضا. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة والقديس دانيال كومبوني، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.